حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه ضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده واحد من الابطال اللي مكسرين الدنيا حرفيا، مش تعبير مجازي، مش صيغه مبالغه، من الناس اللي مكسرين الدنيا حرفيا في البطولات القاريه وكمان العالميه، وهو ايضا صاحب 3 ذهبيات وفضيه في دورات بارالمبيه سابقه وارقام كلنا بنفخر بيها الحقيقه. منورنا النهارده كابتن شريف عثمان، بطل مصر في رفع الاثقال البارالمبي. يا صباح الفل عليك واهلا بك. صباح الفل يا كريم. إيه؟ انا مبسوط ان انا في القلعه الرياضيه النادي الاهلي. أهلا طبعا بيك. في قناه النادي الاهلي. مبسوط طبعا جدا ان مع حضرتك، وصباح الفل على كل مشاهدين صباح قناه الفل الاهلي. عليك. انا اللي مبسوط ومتشرف كمان. لا ده شرف معاك ليا. لا النهارده والله شرف حاجه ليا. عظيمه ان الواحد يقعد مع ناس كل فتره تلاقي علم مصر بيترفع والنشيد الوطني بيتقال والناس بتحس بالوطنيه. انت احنا للاسف الشديد ما مش بنستشعر الوطنيه غير في لحظات مشابهه، لما تشوف بطل من ابطالنا رافع رايتنا بالمعنى الحرفي في محافل دوليه. فانا اللي سعيد ومتشرف ده بوجودي شرف معاك ليا النهارده طبعا. كابتن. وخليني اقول لحضرتك ان حضرتك بتقول الكلام، بص انت حاسس بايه وانت بتقوله. ربنا يخليك تخيل بجد. بقى اللي بيعيشه، طبعا تخيل طبعا اللي طبعا ربنا بيجعله سبب فيه. طبعا يعني انت، انا دايما بقول ان الرياضه رساله. طبعا الرساله ال ال طبعا الرياضه بتخلي اي دوله في العالم ترفع العلم بتاعك وتقف انتباه طبعا بدون فايت، بدون قتال. صحيح. وعلى فدي ذكر رساله، الرساله دي رساله. او الرسائل بشكل عام، في رساله ضمنيه انت واحد من الناس بعتها كتير، بس الرك على اللي يشوف الرساله ويتمعن فيها. بالظبط. فكره ان مفيش حاجه ممكن تعرقل اي حد عن ابدا تحقيق هدف، ابدا ابدا. فكره الاراده. كنا بنتكلم من شويه على فكره قبل ما نكون مع حضراتكم على الهوا في الفاصل، جت سيره التدخين وفكره الاراده والقدره على الاقلاع على التدخين وكلام من ده. فانا كنت بتكلم بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن ناس كتير عندهم عطل ملحوظ في حته الاراده. ضيفي النهارده كابتن شريف هو العكس الصحيح، هو الدليل على ان الاراده لو حضرت مفيش حاجه في الدنيا ممكن تقف قصاد البطل من دول. فدي كمان حاجه تانية تستحق عليها يا الاشاده رب الحقيقه. يخليك، شكرا جدا. في الحته دي انا بقول مبدئي، بقول انه اي حد يقدر يعمل اي حاجه لو عايز. لو عايز الرغبه، طب ما الرغبه لو تيجي نضرب اتواجدت مثال هتعمل. عملي بقى عشان مثال ليك انت شخصيا، يعني من اول ما المشكله اللي عندك او الاعاقه اللي عندك عملت مع هذا الملف ازاي؟ قريب فكرت في ايه؟ حسيت قريب بايه؟ قريب كان، الاهل قالوا لك ايه؟ لا قريب كان في حد بيسألني، هو انا ليه دايما بتصور التحية التحية العسكرية، العسكرية انا ليه دايما بتصور ليه دايما بتتصور على فيها؟ على المنصة. فقلت له جملة مفيدة، عارف جملة ظريفة. اللي قلت هي له وانا صغير، انا اتولدت طبعا انا طفل، انا مش فاهم. ايوه فكل اي طفل في الكون، كل الاطفال تما كانوا نفسهم يبقوا ضباط. كل طبعا طفل صغير لبدلة العيد بتاعته بدلة طبعا ضابط. ودي بدل الظبط. فانا مش مدرك، وهم اهلي مش عارفين يقولوا لي ان انت مش هينفع تدخل كليه الشرطه. اوكي فقعدت على الحال ده فتره طويله لغايه لما ادركت انه لا، انا ما ينفعش ادخل كليه الشرطه. اوكي بس انا حاولت اعمل اللي انا كنت عايز اعمله وانا في كليه الشرطه، بس بطريقه تانية. اي حاجه في الكون ليها اكتر من طريق. انا كان نفسي اشرف بلدي، اشرف اهلي، اسرتي. ومش بس الضباط اللي بيعملوا كده، الضباط بيعملوا كده، القوات المسلحة بتعمل كده، الشرطة طبعا بتعمل كده، طبعا دكاترة بيعملوا كده، المهندسين طبعا بيعملوا كل كده، واحد في مكانه طبعا الرياضيين بيعملوا كده، طبعا. الإعلاميين بيعملوا كده. وعلى فكره اللي انت عملته والانجازات اللي انت حققتها خليت كل المواطنين بما فيهم رجال الشرطه والجيش والقوات المسلحه يردوا عليك التحيه نفس العسكريه التحية، بمثلها نفس يعني. التحية. أنا حتى يعني حتى لما بفتكر أنا من صغري، يعني حتى الصورة جت أهي، أنا من صغري وأنا دايماً بحب اللي بتعمله القوات المسلحة والشرطة المصرية، طبعا فأنا نفسي أحيي العلم. فجيت في أول بطولة رسمية، أول بطولة رسمية ليا كانت كوريا 2006، كانت بطولة عالم. عملت فضة. ما شاء فاللي الله. بيعمل فضة الثلاث أعلام، لو حضرتك طبعاً طبعا طبعا اتفرجت على مراسم طبعا طبعا التتويج، العلم بتاع المركز الاول بيبقى شويه اعلى مرتفع نسبيا اعلى، ثم الثاني وبعدين ثم الثالث السلام الوطني بيتعزف لصاحب المركز الاول. طبعا. فقعدت حزين انا جدا، انا كان نفسي احيي العلم انت من كده اول ما بطوله. حققتش الغرض من وجهة لا نظرك. انا زعلان. عملت فضه، فاصريت ان انا ايوه لا انا هتمرن تاني وهعمل اكتر واكتر عشان خاطر احيي العلم.
وكان اول حدث كبير كان الدوره الاولمبيه بكين 2008. التحيه اللي دي احنا دي شايفينها اخر كانت بطوله، دي اخر بطوله، بطوله دي كانت هنا في مصر، دوره سوري بطوله افريقيا، اوكي. وكانت خطوه من خطوات التاهل لباريس 2024 ان شاء الله. طيب بدايه مشوارك بقى الرياضي جه الرياضي، ازاي، ومين انا اللي كان داعم ليك فيه، وكل أو أو التفاصيل. اول اول انا اول اولا انا من ابناء محافظه المنيا، من اجدع مركز ناس. بني مزار، من قريه صفت ابو جرج. خليني اقول لك ان انا اخ لست اخوات. ما شاء الله ما شاء الله. والدي، انا اكبر واحد، اوكي. فلك ان تتخيل انه الابن الاول لراجل صعيدي عايش في قريه اتولد معاق، فاللي هو الشعب المصري كله بتحكمه العاطفه، اه طب فالناس كلها زعلت، واللي جيراننا يقول له ده انا هجوزه بنتي ما تزعلش واحنا هنساعده واحنا كل مش عارف اشكال ايه، التعاطف يعني. فاه هو ده التعاطف. طيب فانا لما بدات بس اسمع حلو، ضبطت الكلام ده عروسه من بدري، محدش لاقي بدري، استاذ، بدري. محدش لاقي، وحش ده لا، ما انا ما وحش عجبنيش ده يا الكلام، عالم. انا ما عجبنيش الكلام. انا قلت لهم لا، انا عايز اعمل حاجه، عايز اعمل رساله في حياتي اوكي. تقول انه لا، هو اي حد يقدر ينتج، يقدر يساعد، هو مش لازم المعاق حركيا او بصريا او اي نوع من انواع الاعاقات، مش لازم احنا نساعده، لا هو ممكن يساعد الناس. صحيح. واشتغلت على الفكره دي. اوكي. حلم والدتي فيا كان ان هي تشوفني دكتور، فقعدت اذاكر بقى وعارف واجتهد بقى طب لغايه لما خلصت الثانويه العامه، فلا مجموعي ما جابش كليه طب، اوكي. فانا شاب بقى زي اي شاب، فمش مش هدخل كليه الطب. فقلت لا خلاص، انا بص هنا بقى الفكره اللي هو انت رايح كده فالطريق اتعرقل، فلا ما اقفش ساكت، انا هروح من حته تانية، انا هذاكر وهجتهد وهبقى دكتور في كليه الاداب اللي انا دخلتها، وبرضه دكتور ايوه اللقب طبعا. اه طبعا يعني. اكاديمي انا طبعا اه انا عايز انا طبعا. عايز انا عايز احقق حلم والدتي. ايوه. ما جبتش برضه تقديرات كويسه في الكليه، وبرضه ما سكتش مش ساكت، انا مش طبعا عارف، ما بعرفش اسكت، انا ما بعرفش اسكت، الطريق دايما سالك، طبعا. ده زحمه روح من طريق تاني. اتجوزت بالمناسبه بعد كده ولا لسه؟ اتجوزت، اتجوزت صحيح، معايا ثلاث، خسرت العروسه اللي لا كانوا لا حاجزينها لك خالص. من بدري. اتجوزت معايا ثلاث اولاد. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه. وانا في الثانويه العامه تحديدا في اواخر الثانويه العامه، حد من قرايبي دعاني العب رياضه معاه. طبعا الحاجات البدائيه، البار كان عباره عن ماسوره ميه ايوه والطارات الاسمنتيه اللي اسمنتيه كلنا طبعا. طبعا كنا بنسمع عنها واحنا صغيرين. رحت في دي الاول صارعة ابطال دي طبعا والله، مش طبعا هزار طبعا. طبعا في طبعا الازمنه بفضل السابقه ربنا، كل الابطال بفضل رفعت ربنا اثقال انا كبيره واحد منهم، بفضل طبعا ربنا انا واحد طبعا. منهم. انا رحت في الاول وحاولت اجرب وما عرفتش، قعدت حوالي 10 15 يوم كده افكر، وبعدين الناس قالوا لي لا تعالى تاني وجرب تاني. انا كنت عشان ادخل دور حوالي 4 5 حواليا عشان اعرف اتمرن دور اتنين، واحد ساندني ايوه من هنا طبعا واحد ساندني من طبعا هنا، واحد عند البار واحد طبعا بيديني البار. فالفكرة هنا انه انا انت عايز عايز احاول يعني، انت مش مجرد عايز، انت عايز، وانت شخص معافر جدا يعني، جدا. ما عندكش فكره يعني، مبدا ان لا حاجه ممكن تعطلني، لا مش هعرف استحالة هنشوف غيره استحالة لا يعني. مفيش، مش موجودة فكرة الفشل عندي، مش موجودة، مش متاحة، ما بفكرش فيها أصلا. ليه؟ صحيح. أول حد فكر في الطيران كان مين؟ كان عباس بن عباس فرناس بن فرناس. طبعا. الناس كلها اتهمته بالجنون، بالجنون جاب طبعا. ريش وحاجات طبعا، وعمل وطار من فوق جناحين الجبل وحاجات. وطار حبة، وبعدين وقع وبعدين ومات، اتشيش وقتها. وقع ومات. طبعا. بس طبعا النهارده كتب التاريخ، اي كتاب بيتكلم عن بتخلده الطيران طبعا بيقول ان الفكره الام طبعا. ترجع لعباس بن فرناس. صحيح. هو لو كان فكر زي اي حد دلوقتي ان انا مش هقدر، ما كانش طبعا زمان في طياره النفاثه، الطيارات اللي اسرع من الصوت طبعا. واسرع من الضوء و و و و طب انت طموحك واخدك لفين بقى على كده؟ ملوش نهايه خالص. يعني انت خلاص وقفت على منصات عارف التتويج محليا وقريا وعالميا، في تعريف كده هتلعب منافسات مع كواكب هقول اخرى، لحضرتك، راح فين يا عم هقول الشمس؟ لحضرتك حاجه، في تعريف كده في اللغه العربيه، انا خريج لسانس اداب لغه عربيه، اوكي. في تعريف كده للغه في كلمه طموح في اللغه العربيه، كلمه طموح اصلا مش معناها هدف، مش معناها حاجه انت عايز تعملها وخلاص، لا، كلمه طموح اصلا معناها ان هي اهداف متجدده ما بتنتهيش، متجددة. كل ما توصل لحاجه تختلق هدف جديد عشان كده تفضل موتيفيتد، طبعا انت متحمس عايز، دايما، عندك دايما دايما دافع. دايما لسه عايز. يعني في جمله سريعه كده، انا لعبت بطوله العالم 2006، كان نفسي اعمل ذهب ما عملتش، عملت ميداليه فضه، فقلت انا هلعب الاولمبيكس، نفسي العب الاولمبيكس، لعبت بكين 2008 وعملت ذهب، ما شاء الله ما لا شاء انا الله. عايز العب الثانيه تحت بند ايه، فكره انه في ابطال بتيجي كده بيسموهم ابطال بالصدفه،
بيظهر مره واحده يعمل ميداليه ويختفي. فانا لا، انا عايز اقول للناس انه ده مش انا. فانا لعبت لندن 2012 عملت ميداليه ذهب ما شاء الله. فخلاص الفكره ما بقتش موجوده. الناس بتشتكي منك في الدورات الكبرى. فانا عايز مش لاقيين ميداليات. قال لك عبد الشريف بيقش كله عايزين عايز العب الدوره الاولمبيه الثالثه. دلوقتي بقى انا عندي حلم كبير. انا لعبت اربع دورات اولمبيه بس انا ستيل مش افضل لاعب. لانه عندنا في مصر لعبتنا مصر مميزه في اللعب بتاعت رفع اثقال البارالمبيه. في عندنا ابطال كبير، كابتن شعبان يحيى دسوقي خمس ميداليات اولمبيه، كابتن متولي مطحانه خمس ميداليات اولمبيه. ما رحناش بعيد في حالتك. اربعه قربت بس يعني يعني اللي جايه ان شاء الله ممكن تودينا في حته حلوه. انت ان شاء الله باريس 2024. انا موجود ان شاء الله. ان شاء الله انا مؤهل. بالمناسبه عايز اسالك على حاجه. اتفضل. دايما انا بقول ان في كل دوره اولمبيه بيبقى عندنا بعثه مصريه مسافره، وكذلك الحال في كل دوره بارالمبيه. مظبوط. عندنا ابطال هنا وعندنا ابطال هنا، تمام. بتلاقي الابطالنا الاولمبيين راجعين بعدد محدود من الميداليات بالمقارنه بالعدد اللي انتوا بترجعوا بيه في كل دوره بارالمبيه. مظبوط. ايه الحكايه دي؟ والله الحل التفسير المنطقي للي بيحصل اللي انا قلته في اول كلامي. الشغف. اللاعب نفسه لو عنده شغف. كواليتي الشغف عندكم مختلف. ما بتنتهيش. هقول لك ليه. ما هو كذلك السايكولوجيا الاولمبي ما هو رايح عنده بنفس القدر. عنده شغف. بس انتوا شغفكم غير. بس هو هقول لحضرتك حاجه. اللاعب البارالمبي اي سايكولوجيا، هكلم حضرتك سايكولوجيا، انا كراجل معاق انا عايز اعمل، هو دايما الناس شايفاني ما اقدرش. فانا عايز اعمل اللي يخلي الناس تشوفني اقدر. فما بدورش ابدا على الحاجه السهله. وما بزهقش ابدا. هنيئا لك بتلك التركيبه الشخصيه والنفسيه. ربنا يخليك. ده جزء لا يتجزا بالنجاح اللي انت حققته. طبعا. مساله انتوا تابعين للاتحاد المصري لرفع الاثقال بطبيعه الحال، صح ولا ايه؟ لا، احنا الرياضات البارالمبيه مسؤوله عنهم لجنه بارالمبيه مصريه بتعادل اللجنه الاولمبيه. تعادل يعني اوكي ايكوال. اوكي. حتى اللجنه الاي بي سي انترناشونال بارالمبيك كوميتي. بس انتوا مش تحت مظله الاتحاد المصري لرفع الاثقال لاي حال من الاحوال. الاتحاد المصري لرفع الاثقال مسؤول عن اللعبه الاولمبيه لرفع الاثقال. اللعبه البارالمبيه مسؤوله من اللجنه البارالمبيه المصريه. حلو. طب انتوا بارالمبيا انجاز التعبير. صح. أخبار كده. اخبار الدعم ايه عندكم؟ والله الفتره اللي فاتت احنا حصل عندنا طفره في الدعم. كويس. وفي الاهتمام الخاص برياضات البارالمبيه بصفه عامه وبلعبه رفع الاثقال بصفه خاصه. يعني احنا عندنا تحديدا بدءا من 2015 وفعليا من 2016 لحتى الان كان عندنا مشكله كبيره وانتهت. كانت ايه المشكله اللي هي الماديات؟ ماديا احنا كنا في حته والاولمبيكس في حته. لغايه لما جه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنقابله بعد كل دوره اولمبيه او بطوله عالم، وكنا موجودين مع سيادته في القصر الجمهوري. والدعم الاول لابطال البارالمبيين الحقيقه. من غير كلام. صحيح. كنا موجودين في القصر الجمهوري في 2016 وانا كنت واحد من الناس اللي اتكلمت. الاولمبيكس والبارالمبيكس الاثنين يا ريس بيرفعوا العلم المصري. هو انا برفع علم تاني؟ لا طبعا. صحيح. لما بكسب في سلام وطني مختلف بيتعزف للبارالمبيكس؟ لا. فليه الجاب ما بين المكافئات الاولمبيه والبارالمبيه؟ ليه؟ اول عشان رد إيه؟ منه كان ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها مفيش فروق. انت مواطن مصري رياضي مش مواطن مصري معاق رياضي. مفيش مبدئيا. عظيم. مبدئيا من اللحظه دي حرفيا من اللحظه دي كنا في 2016 لحتى الان ما بقاش في فروق. يا ريتك بدرت بمقابله السيد الرئيس قبل كده بشويه. كان نفسي والله. صحيح. كان نفسي. بس حقيقي هو فعلا ودي كلمه حق. من ساعتها واحنا يعني موجودين في الايفنتات، موجودين في مؤتمرات طبعًا الشباب. طبعا موجودين طبعًا. حرفيا بعد كل يعني انا واخد وسام الجمهوريه الرياضي من الطبقه الاولى ثلاث مرات. ما شاء الله. قابلت سياده الرئيس كتير وبحضر معاه مؤتمرات ويعني واي حدث بتنظمه رئاسه الجمهوريه سواء لابناء القوات المسلحه او تخرج الكليه الحربيه انا حضرت حاجات كتير زي والله كده. والله انا شاكر ليك وجودك معايا النهارده. لا خالص. بتجذب اطراف الحديث. لا. مع السيد رئيس الجمهوريه. طبعا. في عده محافل. حصل. ومنصات تتويج عالميه. حصل. يعني تواضع منك كده كان. لا والله لا ده شرف ليا. لا ده شرف ليا. انا يعني انا مبسوط انه عارف حلو انه ربنا يجعلك في مكان طبعا مسؤول عن فرحه طبعا الناس. من اصعب اللحظات اللي عدت عليا في مشواري الرياضي الدوره الاولمبيه لندن 2012. اشمعنى؟ ليه؟ الشعب المصري كان لسه خارج من 2011. ما كانش في حاجه تفرح.
صحيح. ما كانش. طبعا. كانت مرحله الموضوع مش صعب. لطيفه. الناس كلها شايفاك وبتتفرج عليك وانت رايح تعمل حاجه تفرح. تخيل لو رجعت من غير ما تعمل. طبعا. لود. أكيد. مسؤوليه كبيره. أكيد. أكيد. مسؤوليه كبيره. انا فرحت اكتر حاجه في حياتي يمكن باحداث الدوره الاولمبيه البارالمبيه والاولمبيه لندن 2012 عشان الشعب المصري 90 ولا 100 مليون واحد فرحوا بسببك. هدف صحيح. حد ذاته صحيح. شرف. طبعا. هفضل احكي وافرح بيه لا حقك لاولادي تفرح طبعا. واولاد اولادي. مليون في المية ليك حق تفخر بهذا الأمر بس طبعا. ف طب أنت يعني دورات أولمبية هنا وهناك وبطولات عالمية وقارية هنا وهناك، فكرة الاحتكاك مع الأبطال العالم البارالمبيين استفدت أنت شخصيا منها إيه؟ انا استفدت كتير جدا. اول حاجه استفدتها انه خلق جوايا اهداف جديده. انا من صغري وانا بدور على الميداليه الذهب. بعد ما دورت على الميداليه الذهب شفت الناس بتعمل ريكوردز. يعني انا قريب كان في كتاب من كتب التعليم المصري بيدرسوا فيه ستوري كده في كتاب اللغه الانجليزيه بيدرس قصه شريف عثمان عمل يا ايه، سيدي يا والناس سيدي بتصور الكتاب يا سيدي انا وتبعت ببعتها لي لك. على الواتساب اللي طبعا. هو انت بقيت المقرر يا استاذ، اللي هو بقيت حاجه المقرر حاجه حاجه حلوه، حاجه طبعا. تشرف طبعا. يعني. امال ايه. وعارف اللي هو وما اوتيته على علم عندي، انا بس اجتهدت. هو ربنا طبعا وفقني في الاول وفي الاخر خلي لحاجه بالك زي كده. انت يعني الفايده اللي اتحققت لك كونك بطل بالكيفيه اللي احنا بنتكلم عليها وبالكواليتي دي عدتك انت شخصيا، يعني انت مش بس بتشبع رغباتك وبترضي، لا خالص. انت الموضوع كمان بقيت ملهم لاجيال هو الموضوع مستقبليه هو كده. من الاطفال بصفه خاصه بشكل عام وذوي الاعاقه منهم بصفه خاصه. احنا حرفيا امبارح ده موقف حصل امبارح. امبارح حرفيا لقيت حد من زمايلي بيتصل بيا بيقول لي في واحده ست بتمرن ابنها في المركز الاولمبي. المركز الاولمبي ده مكان خاص بتدريب الفرق القوميه. اوكي. فهو الولد في سنه ثالثه ابتدائي وشافك في الكتاب فبيسأل حد فقال له ده بيتمرن هنا. فالولد نفسه يتصور معاك، ممكن تنزل تتصور معايا؟ قلت له طبعا. امال انا يعني جميل. لو مش هعمل كده طبعا. يبقى ايه لازمه اللي انا عملته؟ نزلت وتصورت معاه وقلت له بوريها لاصحابك ولو عايزني ازور المدرسه بتاعتك يعني اشجعهم أأزرهم. انا مستعد والله. بص، لا عجب ان انت تكون حققت اللي انت حققته ده كله، لان انت بدايه انسان جميل، يا ثانيا رب رياضي يخليك يا استاذ كريم. استثنائي ميرسي الحقيقه بكل ما ميرسي تحمله الكلمه من ميرسي. معنى. انا بتمنى لك كل النجاح يا وكل رب التوفيق ان يحفظك. شاء الله في باريس يا رب 2024، يخليك. شكرا ويبقى لنا جزيلا. قعده حلوه ان معاك شاء الله وانت جاي لنا محمل بالمزيد ان من شاء الله باذن الله. الذهبيات انا ان بس شاء عايز الله. اختم كلامي بجمله. اتفضل. انه ما فيش حد بيعرف يعمل حاجه لوحده. اكيد. اللي حصل ده في وراه ناس مش متشافين. في وراه وزاره الشباب والرياضه ممثله في شخص الدكتور اشرف صبحي. في وراه اللجنه البارالمبيه المصريه اللي حصل فيها في الفتره الاخيره طفره في اداره ودعم رياضه في البارالمبيكس. وراء اهل في وراء وحبايب اسره وجيران زوجه واصدقاء طبعا. واولاد مستحملينك ومستحملين ظروفك وان انت دايما مش موجود. ربنا في يبارك لك وراه في شركات ولادك راعيه وناس بتقول لك احنا طبعا معاك. طبعا. ف ولادك انا ما فرحانين عملتش بيك، حاجه لوحدي. ولادك فرحانين بيك يعني طبعا. اكيد طبعا. اكتر مننا يا كلنا رب بطبيعه الحال. يخليك ربنا يخليهم ان شاء لك الله يكون ويفرحك لينا بيهم زي ما حضرتك قلت ويرزقهم قعده تانية. برزقهم يا وتشوفهم رب ابطال يخليك. هم كمان في ميرسي الرياضه باذن ميرسي الله. جدا. بشكرك على شكرا وجودك كريم. معايا النهارده. يا رب شكرا يخليك. جزيلا. شكرا جدا. طيب يا حضرات خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.